سلام حبيباتي، اليوم جبت لكم غوسات تاع كوب كيك مالحين. كيما راكم تشوفوا، 250 غرام تاع الدقيق الفارينه، وباكي ونص تاع لاليفور تاع الخماره تاع الكاطو. كيما راكم تشوفوا، نص كاس تاع مخلط زيت والزبده، 50 غرام تاع السميد، واحد ياوخت ناتشور، فلفل، زوج حبات فلفل شويناهم وقطعناهم صغار، هذا كروفيت بعد ما سلقناها قليناها بالثوم والزبده والسوريمي والزيتون. ما بين السوريمي وكروفيت 150 غرام، وفرماج غابي جودا ولا فرماج روج 100 غرام، وربع حبات بيض، ومعلقة ملح صغيرة، ونص معلقة هريسة، ونص معلقة تاع الزعتر. بديو في التحضير، ربع بيض كما راكم تشوفوا، نص كاس تاع الزيت وزبدة، وحدة ياوخت ناتشور ياوخت طبيعي، الزيتون الكحل مقطع صغير حل 50 غرام هكا، معلقة صغيرة تاع ملح، ومئة غرام تاع فخوماج جودا ولا فخوماج روش اللي عندكم، انا درت جودا. والفلفلة بعد ما شويناها وقطعناها زوج حبات كبار، تبغوا ديروا فلفلة حمراء تبغوا ديروا فلفلة خضراء. سيريمي هي والحساب اللي تبغي ديريه، كروفيت بعد ما قليناها بالثوم والزبدة، درنا لها شوية فلفل الكحل والملح، وقليناها في الزبدة. كروفيت تاع المجمد ولا اللي عندكم، ونص معلقة صغيرة تاع الزعتر، ومعلقة تاع هريسة. بنات كل واحد كيما يبغي، تبغوا ما ديروهاش ما ديروهاش. ونخلطو، ونزيدو 50 غرام تاع السميد، سميد الدق تاع البغرير، سميد الرطب تاع البغرير، ونديرو الكاس تاع الفارينة. 250 غرام تاع فارينة تجيكم زوج كيسان إلا ربع كيما راكم تشوفوا. نخلطو الخميرة مع الفارينة، يجيكم باكي تاع 10 غرام، ومعاه الباكي الزاوج معلقة كما راكم تشوفوا، معلقة صغيرة. صافي، باكي ومعلقة صغيرة، باكية ومعلقة صغيرة.
ونخلطه، نخلطه بلا ماغيس، حتى يتسانجو كاع الخليط. ما يجي تقيل ما يجي خفيف. ونجيبو لي كيسات تاع كوب كيك، كيما راكو تشوفو نستفوهم في ام مول كبير تاع الفوغ. فوالا في صينية كبيرة تاع الفوغ كيما راكم تشوفو. عندي هادو الانواع تاع لي كيسات سبيسيال تاع كوب كيك. ونجيبو هادي تاع لاكريم ونرفدو بها ونديرو في المول هذا تاع كوب كيك باش العملية تجينا سهلة. بنات هذا كوب كيك نتوما طلبتو على لا غوسيت تاعه، اني درتها لكم. يجي خفيف هاودام. بعد ما كملنا شوفوا كي يجي، ندخلوه في الفوغ مقدولة غير من التحت 180-170 درجة. دير صحيح او بعد ما طاب شوفوا كي جا، يجي خفيف. البنات ما تقسميهاش، خصني حتى انا نقسمها. شوفوا كي جا. لا لا انا ما نقسمش من الداخل، استغلوا ماما الداخل. ونتمنى يكون عجبكم الديكور اللي درته. ودروك نفوتو للاسعار تاع المشتريات تاع الاواني تاع المطبخ اللي طلبتوهم مني. البنات اني جبت لكم على حساب الطلب تاعكم الاسعار تاع هادو المشتريات اللي درتهم. بالحق ما كنتش عاقله على لو بخي تاع الوسم، كاين اللي عقلت لهم كاين اللي ما عقلت لهمش. صبت الورقه تاع لي بخي. فوالا دروك غادي نقول لكم البنات هادو اللي شتوها، هاد السلادي ولا تاع سمحوا لي تاع لي فخوي تاع الفاكهه، هادي وهادو 6 طباسة هكا شوفوا، واسيات كبيره كما راكم تشوفوا، وهادي اللي وريتها لكم، هادي وهادي وليزاسيات 6 صغار شريتهم ب 150. هادو 150، 6 هكا وهذا الطبسي الكبير وهادي تاع الديسير تاع الفاكهه، هادو شريتهم ب 150 البنات. وزيد نوريكم المحاليه هادو سمحولي. شريت هادو 18 ميل، هادو 6 ب 18 ميل، شريت 12 فوالا. وشريت هادو لي بونبونيير ولا سكريات تاع السكر، شريتهم بصح هما نديرهم دي بونبونيير ولا لي تبغو. هادو شريتهم 28 ميل، هادي شريت زوج 28 ميل وحده كيما راكم تشوفو. وشريت هادو الكيسان 50 ألف، كانو 70 ألف، صبتهم دي بروموسيون 50 ألف 50 ميل، 6 ب 50 ميل شريت انا 12،
شريتها ب 50,000، وشريت هادو الطباسة هادو شريت 8، شريته 25,000 للطبسي. شوفوا شوفوا قداش هادو لي بلا، شوفوا 25,000 للطبسي. وشريت البنات هادو، هادو لي قلت لكم عليهم استناو نستفهم. هلا شوفوا هادو اللي شريتهم 6 هارت، 6 في 6 في 6 في السالادي، في هذا لو بلات على سالاد ولا لي غراتان ولا. هادو شريتهم 400,000 كانوا بروموسيون حتى 400,000. شوفوا 400,000 شريت 12 البنات. هذا هو الكارطون تاعهم، دوك نوريكم الكارطون اللي شريتهم فيه. هذا هو البنات ها شفتوا، هذا هو قلت لكم هاي دي 26 بياس 400,000 كانوا دي بروموسيون. وشريت هادي 60,000 حتاني دي بروموسيون. شوفوا كده 60,000. وهادو 150,000 تاني شريت زوج كانوا دي بروموسيون. وهادي شريتها 240,000 حتاني بروموسيون على حساب الطلب تاعكم اللي دومونديتو. فوالا هادي شريتها 260,000 ولا 240,000 هادي مانيش عاقل على حساب البنات. فوالا هادي هادو هما. وهذا ايا هذا البراس شحال شرينا شريتيه؟ شحال سون كيك؟ 180. هكا هذا 180 شريته بنتي 180. وهادو جو كخوا 12,000 ولا للكاس، والله ما نكذب عليكم شحال للكاس. نسيت هاد الفناجل نسيت هادو باسكو هادو راجلي رفدهم ما شتش. فوالا هادو هما البنات الاسعار. وسمحوا لي لي ما درت لكمش الاسعار باسكو كنت نص نسيته، سي بور سا ما درت لكمش الاسعار. ايوا كملنا هذا الفيديو البنات، الى عجبكم ديروا لي جيم وابوني، ولي كانوا جداد يديروا في الزر الجرس باش يوصل لهم الجديد. باي باي البنات.